لقد انتهى اجتماعنا الوزاري التاسع للتحالف الدولي لمحاربة داعش، وهو أول اجتماع يعقد في إفريقيا، وكان لي شرف المشاركة في رئاسة هذا الاجتماع الهام والمثمر مع صديقتنا وشريكتنا وحليفتنا الولايات المتحدة الأمريكية، وقد سعدت بالغ السعادة بأن أنجز هذه المهمة مع نائبة كاتب وزير الخارجية لشؤون السياسية السفيرة فيكتوريا نورلاند. It was a pleasure working with you. كنا قد برنامجنا أنا وصديقي أنتوني بلينكن أن نلتقي في مراكش في اجتماعنا الثالث في غضون أسابيع قليلة فقط، لكن كوفيد حال دون ذلك. وأود مرة أخرى أن أجدد تحياتي للسيد كاتب الدولة بلينكن، متمنيا له الشفاء العاجل والكامل. وعلى الرغم من أنه لم يكن حاضر بيننا، إلا أنه ساهم بشكل كبير في بلورة ونجاح هذا المؤتمر، وأود أن أثني على انخراطه وأنوه بتهبئة كل الفريق الذي اشتغل معنا من الولايات المتحدة. لقد كان المؤتمر في اعتقادنا ناجحا بكل المقاييس، فقد لبت 37 دولة دعوتنا لهذا الاجتماع من مختلف القارات، وحضر المؤتمر 47 وزير من شاركوا كلهم بشكل شخصي وفاعل في المناقشات، وساهم أكثر من 400 مشارك في نجاح أشغال المؤتمر. كما شهد اجتماع مراكش انضمام جمهورية البنين كعضو جديد في الائتلاف، وهي بذلك العضو 85. ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد لنجاح المؤتمر، فنحن فخورون وسعداء بشكل خاص لأن المؤتمر يعكس المحاور الثلاثة النابعة من التطور الذي شهده التحالف، حيث تم التركيز بقوة على الوضع في إفريقيا. وقد كان هذا التركيز ضروريا لأن إفريقيا أصبحت هدفا رئيسيا للإرهاب. واسمحوا لي كما فعلت ذلك في القاعة أن أذكر بإيجاز ببعض الحقائق في هذا الصدد. اليوم يوجد 27 كيان إرهابي متمركز في إفريقيا على قائمة عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة باعتبارها جماعات إرهابية. وفي عام 2021 سجلت إفريقيا جنوب الصحراء 48% من الوفيات بسبب الإرهاب العالمي، حيث وصل الضحايا إلى أكثر من 3400 ضحية، ووصل مجموع القتلى لحد الآن 30,000 شخص في الهجمات الإرهابية في المنطقة على مدى 15 عام الماضية، وساهم ذلك في نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. لقد لاحظنا كذلك تطور هام في التكتيكات الإرهابية من خلال زيادة استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض كل من الاستطلاع والهجوم، وكذلك استخدام التكنولوجيات الجديدة للقيام بعمليات التمويل مثل استعمال العملات المشفرة. كما لاحظنا كذلك تقارب أكثر فأكثر بين الجماعات الانفصالية والجماعات الإرهابية، حيث أصبح الإرهاب يغذي الانفصال والعكس صحيح. يضاف إلى ذلك تأثير الإرهاب على التنمية بإفريقيا، حيث بلغ الأثر الاقتصادي للإرهاب أكثر من 170 مليار دولار، مما كان له تأثير مباشر على الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول الإفريقية. ويسعدني أن ألاحظ أن الاجتماع الوزاري أعرب عن تضامنه العملي والواضح مع الدول الإفريقية، وأعاد التأكيد على العزم الجماعي على مواجهة التهديد المتطور لداعش في إفريقيا. وأسجل أيضا بارتياح الدعم الوزاري لنتائج مجموعة التركيز المخصصة لإفريقيا، والتي عقدت اجتماعها العام الأول هنا في مراكش قبل يومين برئاسة مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة والنيجر وإيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، كان الاجتماع الوزاري فرصة فريدة للتفكير معا في تطور التهديد الذي يشكله داعش في مناطق أخرى من العالم، لا يسمى خاصة ما يسمى بداعش خراسان.
وأود أن أقدم بإيجاز الرسائل الرئيسية لمناقشتنا كما ورد بشكل موجز في البيان الذي اعتمدناه. أولا، أكدنا مجددا على استمرار العزم والالتزام بتأمين مكاسب التحالف ضد داعش في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال جهود تحقيق الاستقرار. ثانيا، أكدنا مجددا أن معالجة التهديد العالمي لداعش من خلال التنسيق كلي وشامل للجهود يمثل سمة مميزة للتحالف. ثالثا، أكدنا على أهمية الجهود التي يقودها المدنيون باعتبارها حجر الزاوية للموجة التالية من حملات إلحاق الهزيمة بداعش. رابعا، أعربنا عن التزامنا القوي بمراعاة تطور التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في أجزاء أخرى من العالم خاصة إفريقيا. خامسا، قررنا بأن أي حل دائم لوقف انتشار داعش في إفريقيا سيعتمد على السلطات الوطنية وعلى الجهود والمبادرات الإقليمية في القارة، وأن التحالف سيظل مدفوعا بجهود المدنيين من خلال ومع أعضائه الأفارقة تماشيا مع مبدأ التملك مما يتناسب الاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية. وأخيرا، قررنا التزامنا على المستوى العالمي تجاه الناجين وأسر ضحايا داعش من خلال محاسبة قادة ومرتكبي هذه المجموعة والجماعات التابعة لها. وبالرغم من هذا التصميم القوي لهزم داعش بشكل كامل وخطرها في جميع العالم، فيجب أن نظل يقظين ومتحدين. نحن بحاجة إلى استباق التهديد الذي يشكله الإرهابيون وتكييف استجابتنا مع هذا التطور. تلك هي الغاية من التحالف العالمي، ولا يمكنني أن أنهي ملاحظاتي هذه دون أن أشكر مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية على ريادتها، وأن أعرب الامتنان لكل الأعضاء والمراقبين في التحالف الدولي على الثقة التي وضعوها في المغرب لاستضافة هذا الاجتماع العام. وأخيرا، أعرب عن خالص الشكر للأمانة ومنسقي الجلسات والمتحدثين والأطقم التقنية والمترجمين، والشكر موصول كذلك للسلطات المحلية والمنتخبين ورجال السلطة والأمن والقوات العمومية الذين حرصوا على ضمان تنظيم محكم وآمن لاجتماعنا وساهموا في نجاحه. شكرا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.